الآن لو وضعنا شخصين في السجن، المسجون الأول منعنا عنه الطعام فقط، أما المسجون الثاني وضعنا الطعام أمام عينه خارج الزنزانة، يراه ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع أن يأكله، من سيتألم أكثر، المسجون الأول أم المسجون الثاني؟ طبعا الثاني هو الذي سيتألم أكثر. طيب وكذلك الذي ينظر إلى الشهوات ولا يستطيع الوصول إليها، لا شك أنه سيتألم أكثر من الذي يغض بصره. فإذا زاد الرجل من هذا النظر فإنه سيتعب، وإذا زادت الفتاة من النظر والتعلق فإنها ستتعب أيضا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والنظرة الثانية أشد سما، فكيف نتداوى من السم بالسم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أن الإنسان غض بصره من أول نظرة لاستراح. أي والله، بعضهم مسكين لا يترك شاردة ولا واردة إلا نظر إليها، ينظر إلى كل ما يفتنه في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الشارع وفي كل مكان، ولا يمتنع عن أي شيء. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك، والله قلبك لا يستحمل ذلك. أعيناي كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. تعرف كم ينبض قلبك في السنة؟ 42 مليون نبضة في السنة، ما تملك منها واحدة. لو ملكت الكون ما ملكت نبضة واحدة. أنا لن أقول ستسأل وسأسأل أنا عن كل نبضة، لا، والله الذي لا إله إلا هو كل قطرة دم ضفها طلبك إلى عينك فأبصرت حرام ستسأل عنها، وكل قطرة دم ضفها قلبك إلى أذنك فسمعت حرام ستسأل عنها، سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.